وللمغاربة مع القرآن الكريم علاقة خاصة تتجلى في أبهى حللها خلال الاحتفال بحامل كتاب الله. طقوس احتفالية تختلف من منطقة إلى أخرى، لكنها تتوحد في تبوء حفظة القرآن مكانا عليا. النموذج من العيون للطفل شمس الدين الذي ختم حفظ القرآن الكريم وهو في سن 12. يوسف الشو وزهير هنان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يتلو شمس الدين آيات الختم أمام شيخه هن بكتاب النور، متوجا بذلك مسيرته في حفظ القرآن الكريم وهو لم يتجاوز بعد السن 12. من قبلنا نجي الكتاب النور باش نحفظ القرآن بالقواعد، وذلك الحمد لله ختمته هذا الشهر المبارك شهر رمضان. الطقوس ديال الختم نكتبوا للإنسان أمان الرسول في دائرة، ثم نديروا له أبيات متداولة معروفة عندها، إما ديال الداني ولا إما ديال الإمام الشاطبي كان يكتبوها له في هذاك، وندعو له الله سبحانه وتعالى باش يفتح الله عليه. الاحتفال بحامل كتاب الله أو السالك كما يصطلح عليه محليا احتفال لا زالت الأسر الصحراوية تحرص على إقامته. جبنا له أصحابه وحنيت الويدو وحن عليه وعلى المسلمين كاملين، وتوهد لهذا أولو كان مو رمضان لنعدلو حفل زين إلى رضا الله مزنا لنعدلوها. هي المكانة الخاصة التي يحظى بها القرآن الكريم في نفوس المغاربة الذين يحفزون أبناءهم منذ الصغر على تحفيظ كتاب الله وتعلم علومه لما له من شرف وفضل عظيمين.